السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ليوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسمعا وطاعة وامتثالا وحبا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وبالله تعالى التوفيق. يقول: حكم مزيل العرق. لا بأس بمزيل العرق. يقول: أعمل كطبيب بيطري، هل يجوز قتل الحيوان إن كان في معاناة شديدة؟ إذا قتلته تحسن القتلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حكم الطلاق بدون نية. إذا كان اللفظ صريحا فالطلاق واقع، لأن اللفظ دال على النية. ملامسة الأنف بالسجود دون ضغط هل يجوز؟ الصلاة صحيحة. وهنا أبين حكم صلاة من لم تمس أنفه الأرض. ورد في الباب حديثان: الحديث الأول هو باللفظ المذكور لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، وهو حديث ضعيف. والحديث الثاني في البخاري ولكن فيه لفظة مدرجة فلا يتم الاستدلال به، ألا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه. لكن الذي أشار إلى جبهته وأنفه ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو طاووس أو عبد الله بن طاووس أحد رجال الإسناد، فعليه لا يتم الاستدلال به في القطع بتفسير الجبهة بأنها مع الأنف. هل تجوز الصلاة في المقبرة؟ إن صليت فالصلاة تصح، ولكن ثمة حديث وإن اختلف فيه اختلافا طويلا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، ومعلوم أيضا أن القبور لم يكن يصلى فيها، لأن النبي عليه السلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هل فرض على الزوجة أن تخدم أم زوجها؟ ليس هذا بفرض عليها، ولكنه من باب الإحسان. صحة حديث: إن الله يرد للميت كل يوم من جمعة روحه ليأنس إلى آخره لا يثبت. كيف نتعامل مع من يسب الله عز وجل؟ هؤلاء كفار، الذين يسبون رب العزة كفار،
تعامل معهم بما تقتضيه المقامات. بارك الله فيك. صحة حديث من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. ثابت من حلف يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. أعطى الهبة ثم أراد الرجوع عنها بعد سنوات، هل يجوز عدم رد الهبة له؟ هذا قول، لكن إن كانت الهبة بعينها موجودة ولم تكن هبة مقابل شيء رد له هبته أفضل وأسلم لدينك والله أعلم. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، وفقك الله. توجيه قوله كل شيء هالك إلا وجهه، هذه في إثبات صفة الوجه لله أولا، وأنتم تعرفون أنه قد يعبر بالجزء عن الكل. جعلوا أصابعهم في آذانهم، هل الإصبع كله أم جزء من الإصبع؟ لا يمكن يدخل الإصبع كله الأذن، افهم إن كنت تفهم. فالآية فيها إثبات صفة الوجه لله، ليس فيها نفي الوجه عن الله أبدا. هؤلاء الحمقى الذين يفهمون من قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه عدم إثبات صفة الوجه لله، من أين أخذوا عدم إثبات صفة الوجه لله؟ هذه تثبت صفة الوجه لله على أي حال، فضلا عن سائر النصوص. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والآيات كثيرة جدا في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والتفسير الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. والحديث هل يا أهل الجنة هل تشتهون شيئا أزيدكم، والفوق ما أعطيتنا. فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه الله. أحاديث كثيرة جدا، قاتل الله الأشاعرة. حكم إيداع المال في البنك الربوي، الربا محرم كما لا يخفى عليكم. أحب أن أقرأ القرآن بتدبر وتأني، فالآثم إذا لم أتغنى بالقرآن مع أنني أتقن أحكام تجويده. هنا في الباب حديثان، حديث أخرجه البخاري في صحيحه لكن روي بلفظين، لفظ ثابت ولفظ معلول. واللفظ المعلول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. انتقد هذا الحديث على البخاري، وصواب لفظه ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، هذا اللفظ الصحيح. أما ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، سيجعل عدم التغني كبيرة من الكبائر، وهذا غير صحيح. هل تجوز صلاة الجنازة عند غروب الشمس؟ تكره أيضا، لكن إذا كانت هناك ضرورة جاز والله أعلم. قال لكم في كتاب رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي، لم أقرأه ولكني أعرف الحارث المحاسبي، ليس على طريقة الجادة من أهل السنة في أبواب المعتقد، فأنصح بالتريث وعرض كلامه على كلام الله وكلام رسوله. هل الصيغة الأصح لدعاء الاستفتاح هناك، ويكون في كل الصلوات أم في الفروض فقط؟ هناك عدة صيغ لدعاء الاستفتاح، من أصحها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
ومنها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي إلى آخره فمحياي ومماتي لله رب العالمين. أدلة كثيرة، صيغ كثيرة، أصحها ما ذكر. اللهم بعد بيني وبين خطاياي، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. أما في هل يقرأ دعاء الاستفتاح في الفروض فقط أم في الفروض والنوافل؟ كل جائز. اللهم إلا السنن الراتبة لا أعلم أن النبي كان يقول دعاء الاستفتاح فيها، لكن السنن غير الراتبة كصلاة الليل ثبت أن النبي قال دعاء الاستفتاح فيها كما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه. ربنا المستعان. ممكن نرجع بعد دروس الليلة إن شاء الله. ما أحب الأعمال إلى الله وأعظمها، أحب الأعمال إلى الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. هذا على الإجمال. ما حكم زغاريد النساء في الأفراح؟ لا بأس بزغاريد النساء في الأفراح، فالحديث الذي هو صوتان ملعونان أراه ضعيفا. هل يوجد في قول في تفسير اقترب الساعة وانشق القمر بأنه ليس الانشقاق أيام الصحابة؟ كل الأدلة تشهد أنه انشقاق القمر لما سأل المشركون النبي أن يريهم آية فأراهم آية، وهي انشقاق القمر، فرقة فوق هذا الجبل وفرقة فوق هذا الجبل. قالوا سحرنا محمد. قال قائلهم إن يكن قد سحركم فإنه لن يسحر الصفار، فانتظروا حتى يرجع المسافرون. فلما رجع المسافرون سألوهم هل رأيتم القمر منشقا؟ قالوا نعم. هل هناك فضل مخصوص لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هناك فضل مخصوص لكثرة الصلاة على النبي محمد يوم الجمعة، لكن عموما هناك حديث مطول جزء منه في فضل الصلاة على النبي له شواهد وجزء منه ليست له شواهد، وهو حديث أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك وقد أرمت يا رسول الله؟ يعني أصبحت رميما. قال النبي عليه السلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث في سنده عبد الرحمن بن يزيد. هل هو ابن تميم المجهول أو ابن جابر الثقة؟ موجود في بعض الكتب منصوص عليه أنه ابن جابر الثقة، لكن علماء العلل يجنحون إلى أنه ابن تميم المجهول كالبخاري يرى ذلك وأبو حاتم الرازي يرى ذلك والله أعلم. فالظاهر أن الحديث ضعيف والله أعلم. هل وردت تسمية سورة الإخلاق الحجرات بسورة الأخلاق؟ لم عن رسول الله لا، أما عن أقوال بعض السلف هم يقولون فيها حق لله، بيان حق لله وحق للرسول، أدب مع الله، أدب مع الرسول، أدب مع الناس، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فحوت أدابا، أدبا مع الله، أدبا مع الرسول، أدبا مع النفس، أدبا مع المسلمين، أدبا مع الناس كلهم. الألعاب والأولاد الحربية على النت وشحن الألعاب وشراء أسلحة وأشياء أخرى في اللعبة يجوز؟ البعد عن ذلك أولى وأسلم. بارك الله فيك. الحديث في فضل سورة الملك عند النوم تكرر كثيرا وأنه ضعيف.
هناك خلاف معتبر بين العلماء في فوائد البنوك العادية. أي علماء يا شيخ محمد؟ علماء السلطة، علماء من؟ علماء الشريعة يقولون أن العلماء هذا ربا وهذاك ربا. حكما أدخل فرقة موسيقية المسجد لمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ذلك. هذا يجيب عليه بالأمس. حكم الصلاة خلف من يسب الصحابة، اترك الصلاة خلفه. ليس عن نص، إنما عن تعذير غيره يقدم للصلاة. فلو قدر، لو قدر وصلى فالصلاة تصح. شقق الإسكان الاجتماعي، الشروط التي اطلعت عليها فيها شروط ربوية. هل لا يجوز للزوجة معرفة من يحدث زوجها ولا تعرف أي شيء عنه، فقط عليها أن تأكل وتشرب فقط؟ كل ما كان من شأن أن يكون تعاملا بالمعروف والإحسان يفعل ما بين الزوجين. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال تعالى: امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولك بمثل يا سامح، ولك بمثل. هل الأئمة الأربعة جازوا التوسل بالموتى؟ ما أعلم أي إمام يجاوز التوسل بالموتى. هل الميت يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ فكان الله قال لرسوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نصوص تتوالى لإثبات هذا المعنى. هل يشترط في الهبة أن يمتلك الموهوب التصرف في الهبة، لأن الواهب ما زال على قيد الحياة ووهب بناته شيء من العقار؟ إذا كان أنهى الإجراءات الرسمية وقبضوها لا بأس، لكن قد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه أمر عائشة وقال: خذ التمر الذي على النخيل جديه وهو لك. فتكاسلت عائشة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بني هل جددت؟ قالت: لا. قال: هو الآن إذن مال وارث، ولو جددته لكان لك. ومقاطعة الإخوة لعدم السؤال عن أمهم وأخواتهم. أنصحك بالوصل، أما إن هجرتهم لله جاز ذلك، لكن قد يؤدي هذا إلى مفسدة أعظم، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأحاديث الموضوعة لا يعمل بها. هل كان النبي يقص الشارب أم يقصه جدا حتى يرى بيض شفتيه؟ ورد أنه يقصه، ورد أحيانا أنه يبالغ في القص. أنهك الشوارب. هل تجوز صدقة عن نفسي أو عن أبي المتوفى من مصروف البيت دون إخبار زوجي؟ لا يجوز، لا يجوز. بارك الله فيك. ما حكم أن تفعل المرأة العادة السرية لنفسها أثناء العلاقة مع زوجها؟ غير السؤال. التسويق الشبكي الإلكتروني حيلة من حيل النصب، طريقة من طرق النصب والاحتيال. ما حكم أكل اللحوم المجمدة والسندوتشات التيك واي؟ ما الإشكال إذا كانت مجمدة
وهي مصرية في مجمدة. المشكلة في ليس المشكلة في المجمد وغير المجمد، المشكلة في طريقة الذبح عند الذبح، هل ذبحت أو هل هي ميتة ومستوردة ميتة وجمدت وهي ميتة. بس فتأكد أنها ذبحت زكيت، بارك الله فيك. مالك كان يمشي في المدينة على قدميه وقال لعلي: قدمي تلامس موضع قدم رسول الله، فهذا عليما، فهذا دل على جواز التبرك بآثار النبي. كيف يعني كده قدمي تلامس آثار النبي؟ حتى لو سلمنا في خصوصيات برسول الله عليه الصلاة والسلام كتبرك ببعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاحتفاظ ببعض آثار النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أو احتفاظ بها بعد مماته، لكن هل يعتقدون أنها تنفع أو تضر؟ أبدا أبدا. في إن شاء الله لنا درس في التبرك متسع، أنصح بمراجعته على الفيزياء عبد الرحمن، درس التبرك ما حكم حجز مكان حكم هل الرجوع في الهبة لا يجوز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. طبعا الوالد يجوز له أن يرجع في مواهب لولده. ما حكم من اشترى مصنعا وعليه قرض للبنك وسوف يسدد هذا القرض على 3 سنوات من ثمن المصنع، علما بأنه لا فائدة على الدين؟ مش فاهم السؤال يعني. قل علما بأنه لا فائدة على الدين، يعني إذا كان لا فائدة على الدين وما وجه التحريم؟ هل جميع المسلمين يدخلون الجنة؟ منهم من يدخل النار وبعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة بعد أن يقضي ما عليه في النار، عياذا بالله من النار. دروس تنصحنا بها في بداية طلب علم مصطلح الحديث؟ دروس صوتية ولا شرح للحديث؟ بارك الله فيكم. دليل حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن، حديث: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قراءة القرآن بدون تحريك الشفايف لا تسمى قراءة. حكم المحامي يترفع دائما عن تجار مخدرات وأغلب دخله من هذا، وما جاز أولاده يأكلون معه، إن استطاعوا أن لا يأكلوا معه لا يأكلون معه، إن اضطروا فإثموا على نفسه وينصحونه. يقول يوجد شيعة على الصفحة ترجو حضره. تاجر في أوروبا عنده أموال كثيرة ويريد أن يشتري بيتا، ولكن الدولة ستضع يدها على البيت حتى يثبت من أين أتى بالمال. تاجر في أوروبا عنده أموال كثيرة يريد أن يشتري بيتا، طب خلاص لا يشتري ما دام الدولة ستأخذه ولا يستطيع أن يبين له من أين المال، فماذا يصنع؟ هل تجب قراءة القرآن بالأحكام؟ تستحب قراءة القرآن بالأحكام، أما الوجوب فلا أستطيعه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الحديث عن عبد الرحمن على التجويد، أيوه عفوا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق له أجران. أب يريد أن يعطي لابنه شقة وهو حي وله ابنتان، سيعطي إحداهما السيارة وسيعطي الآخر مبلغ بثمن السيارة لأنها غير شقيقة وهو مريض، هل يجوز له ذلك؟
ينبغي النظر إلى ثمن الشقة وثمن السيارة، ننظر ماذا صنع. إذا كانت شقة بمليون وسيارة بمئة ألف أو مئتين ألف فهذا ظلم. حكم إزالة النقاب من أجل عمل المرأة التي ليس لها عائل. الاضطرار هو الذي يحكم المسألة، هل هي مضطرة أو ليست مضطرة. ما كتب أقوال السلف المسندة، عندك مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي وكتاب من موطئ الإمام مالك، فيه أشياء كثيرة في هذا الصدد. أوصيك أولا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث لا يتمنن أحدكم موت لضر نزل به ثابت صحيح. هل يسن عند دخول المسجد والإمام راكع أن نركع ونمشي راكعين إلى أن نصل إلى الصف ما لم تكن مسافة طويلة؟ يعني إذا كانت مسافة 5 أمتار 4 أمتار ممكن، لكن مسافة مثلا عن المسجد الحرم يكون طويلا، فلا نقول لك امشي كأنك لا تصلي. عبد الرحمن برد الجو شوي لأن ما حكم توزيع الشيء على المصلين بعد الصلاة في مكان مخصص؟ لا بأس بتوزيع شيء على المصلين إن كانت أشياء عريضة، لكن بصورة يومية دورية على عموم المصلين سيخل برسالة المسجد، لكن لا بأس، ما نستطيع أن نقول حرام. مغترب عن وطنه وعن زوجته ولديه 3 أطفال، هل يجوز له أن يتزوج بدون علم زوجته؟ هذا غش وظلم، لأنه لن يعدل حينئذ. يخبرها ويتحلل منها. الذي يصلي القيام مثلا هل له الاستفتاح؟ في كل ركعتين يقوم لهما؟ تلك مسألة فيها اختلاف، هل الاستفتاح في صلاة الليل يكون في الركعتين الأوليين فقط أم في كل ركعتين؟ وجهان للعلماء. نسيت أن أمسح على الجبس في الوضوء، هل ذلك يبطل الوضوء؟ ليس عندنا دليل في المسح على الجبس، ليس هناك دليل ثابت في المسح على الجبائر، وإنما الأقوال إما أن تتوضأ وتمسح ما استطعت كأقوال، أو تتيمم عن الجميع، أو تغسل ما استطعت وتتيمم عن الجميع، فكلها أقوال. كيف يتم الوضوء في حالة عملية في الوجه؟ إذا كان في عملية في الوجه تيمم. الاحتفال بأعياد الميلاد شيء دخلنا على ديننا، هل يجوز الدعاء في الركوع؟ أحيانا، لكن تغليب الدعاء إنما يكون في السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه رب، أما السجود فأكثروا من الدعاء فقامنون، أي جدير أن يستجاب لكم. ودليل على جواز الدعاء في الركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا دعاء، لكن لا يكون بصورة مضطردة. حديث: من وسع على عياله يوم عاشوراء تالف، انتظر ربع ساعة أو ثلث ساعة، بارك الله فيك. نقول نريد دليلا شرعيا على عدم التوسل برسول الله. تتوسل بماذا؟ نفهم. إذا قلت سأتوسل برسول الله، أتوسل بحبي لرسول الله وبإيماني برسول الله
وباتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دل اللهم إن عفوا دل على ذلك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فتوسلنا بإيماننا عفوا باتباعنا للرسول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أن أمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا توسلنا بإيماننا ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نتوسل بإيماننا برسولنا بحبنا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما أننا نتوسل بجاه نبينا فلو كان جائزا لا توسل به عمر والصحابة، وإنما قالوا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. التوسل بإيماننا بالرسول بمحبتنا للرسول اتباعي جائز في خلاف حكما طلق زوجته طلاقا رجعيا ونسي إن رجعها أم لا، ما دام موقن أنه طلقها وليس بموقن أنه رجعها فالبقاء على الأصل أنه طلقها حتى يثبت خلافه. حكم الأم التي تمنع ورث الأب عن أولادها الكبار حتى يتزوج الإخوة الصغار تأثم لهذا، اللي إذا كانت مضطرة فالحكم اختلف. حكم اسم النبي حرصك وضمنك لا يصح، من الذي يحرسنا؟ من الذي يكلؤنا بالليل والنهار من الرحمن؟ إنه الله. هل تنظيف القبور من السحر والشعوذة هل يجوز تنظيف في هذا؟ في هذا إهانة للأموات، إنها تكون مسائل ظنية، يفتح القبر ويطلع على سوءة الميت وبعد ذلك يقول أنا كنت بفتش على سحر، سبيل غير قائم ويؤدي إلى مفاسد. أشهر علامة في بلوغ البنت الحيض، من العلماء من قيد بخمس عشر سنة وليس بصريح. هل يجوز الأخ القضاء للحصول على نصيبه من الميراث الذي يمنعه عنه أخوه يعتبر قاطع رحم؟ لا، يجوز التقاضي مع الأب حتى بالحسنى، فإن معنى ابن يزيد ويزيد تحاكم إلى رسول الله لما وضع معنى صرة في المسجد فيها مال، وقال الأول دخل فدخل ولده فأخذ الصرة، فجاء أبوه قال ما إياك أردت يا معنى، قال أنا أنت وضعتها في المسجد قلت الأول داخل أنا دخلت قدرا، فتحكم إلى الرسول فقال لك ما نويت يا يزيد، لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. الإسلام دين العدالة ولا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، فلماذا لم يلغي الإسلام العبودية والجواري؟ أولاً إذا قلت الإسلام ما مرادك بالإسلام؟ هل يعني من الذي يلغي العبودية؟ هل فكان سؤالك يطرح حتى تتأدب مع الله أو تفهم جواب سؤالك ابتداءً؟ فلماذا لم يلغي الله العبودية؟ تقول هكذا لأن الإسلام دين الله فالله يفعل ما يشاء، لكن أنوع على أن الشريعة الإسلامية فيها الحث المتواصل على إعتاق الرقاب، كان شيء قائم عند الكفار والمسلمين. وعلم أولا أن هذا الرق كان موجودا زمن الخليل إبراهيم، فهل هاجر إلا هدية أهداها الجبار لسارة كأمة من الإماء تخدمها، وبعدها أهدتها سارة لإبراهيم عليه السلام، أهدتها سارة لإبراهيم عليه السلام كانت أمة، ويوسف عليه السلام في زمنه بيع في الأسواق بيع العبيد ومظلوم، كان في زمنهم ملك يمين،
وفي الجاهلية قبل مبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم، بلال كان عبدا، عمار بن ياسر، أم ياسر، عدد كبير جدا. ولكن جاء الإسلام ترى أشياء كثيرة، آيات كثيرة تحض على عتق الرقاب، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة إن شأنها العظيم. ما الأشياء التي تجعلني اقتحم العقبة؟ فك رقبة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فأول بدأ بتحرير الرقاب، كفارات الأيمان. لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارات إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. كفارة الظهار، فالحث على تحرير الرقاب. عموم الكفارات وغير الكفارات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها. فكانت أشياء موجودة. أيما أفضل وضع المال في البنك، في حساب جرم، حساب توفير مع التخلص من الفوائد للجمعية الخيرية. الثاني أولى أن تأخذ الفلوس و أن تأخذ الأموال لا لنفسك، إنما تخرجها الجمع للتصرف فيها بطريقة لا ترجع عليك منها إفادة. هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة متفرقة إذا لم تكن عندك سيولة مالية؟ هل أخطأ الحاكم في تسمية كتابه المستدرك؟ لا، يعني لم يوافق على ذلك، لأن موضوعه لا يتناسب مع اسم المستدرك، لأن البخاري لم يشترط إخراج كل حديث صحيح في كتابه، وكذلك مسلم لم يشترط تخريج الأحاديث، كل الأحاديث الصحيح في كتابه، لم يشترط ذلك البخاري ولم يشترط ذلك مسلم. فكوني المستدرك على الصحيحين أن أستدرك عليهما شيء ليس بلازمهما. هل المرفوع من درجات الصحيح أم الضعيف؟ المرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. ماذا يفعل الرجل الذي كان لا يصلي طول عمره وبدأ يصلي الآن، يعيد الصلوات الفائتة قدر استطاعته؟ هل يصح ما جاء في تخصيص قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عن رسول الله لم يثبت؟ حديث لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، إن الله يطعمهم ويسقيهم، وبعد الاطلاع عليه وجدت في سنده مقالا. هل يجوز فتح محل مستحضرات تجميل وكيف أتحكم في البيع؟ لا بأس أن تفتح محل بيع مستحضرات تجميل إذا كانت الأمور منضبطة والمواد طيبة. متى تبدأ صلاة القيام؟ من بعد سنة العشاء. كتاب موجز وصحيح في التفسير، نفهم ما نحفظ. ممكن تقرأ كتاب الشيخ السعدي تيسير كريم المنان. ولنا صحيح تفسير ابن كثير في هذا الصدد. ياسر ولا يهمك ياسر. هل يجوز ذكر بدون وضوء؟ هل يصح؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. تكرار الفاتحة في الصلاة هل يصح؟ هل تبطل الصلاة؟ لا يصح، الصلاة لا تبطل، لكن لا توسوس. شكرا للأولياء. الأولياء سبت الأسئلة.
تاجر في اوروبا لو ياخذ قرض من البنك فائده قليله جدا تكاد تكون رسوم اداريه فقط. ان سئل من اين اتى الضرورات لا احكمها، الضرورات لا احكمها الخاصه بها. هل يجوز دفن الميت عفوا على الميت الذي كان من زمن اذا دعت الضروره لذلك فعل؟ حكم دكتوره قصرت مع المريضة وتسببت في موت الطفل، قضية تعرض على لجنة طبية وتقرر هل هي شاركة، هي تسببت، هل هو قتل خطأ أو ماذا؟ رجل امرأته طهرت من المحيض، رأت الطهرة من المحيض ولكنها لم تغتسل، هل يجوز له معاشرتها؟ لا يجوز عند جمهور العلماء الذي يؤيده قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن يرين الطهر، فإذا تطهرن فإذا اغتسلن فعليه لا يجوز وطء المرأة إذا رأت الطهر من المحيض إلا بعد أن تغتسل. ورأي الجمهور هل يجوز المرأة أن تجهر بالصلاة في الصلاة السرية حتى تسمع ما تقول في بيتها؟ لا بأس. حديث تزوجوا الأبكار، لا فيها هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. هل يجوز وضع مبلغ وديعة لبرج في اتحاد ملاك والاستفادة من الأرباح كمرتب الحارس ودفع فواتير؟ لا يجوز، لكن إذا كنت مجبرا عليه كالكومباوندات ونحوها يجبرون كل مشتري على أن يدفع مبلغا وتوضع المبالغ في البنوك ويأخذون من هذه البنوك يأخذون الأرباح لصيانة المدينة التي صنعوها، إذا كنت مضطرا هل تجوز صلاة سنة العشاء قبل الفجر؟ تجوز، النبي صلى سنة الظهر بعد العصر. هل هو من أسماء الله الحسنى كما قال الشيخ النابلسي؟ لا أختار ذلك، لا أختار ذلك. أسماء الله الحسنى، خذ بالك من الأسماء الحسنى، أولا هي أسماء، هي أسماء ليست أفعالا وليست أحرفا. ثانيا هي حسنى، هي حسنى، فما لم يكن الحسنى لا يدخل في الأسماء، هي يدعى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهنا تخلف الدعاء بها، فلا تقول يا هو افعل لي كذا، يا هو افعل لي كذا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهل أنت تقول يا هو ارزقني؟ ما ورد مثل ذلك. هل يجوز تجزئة صلاة القيام؟ نعم، أربعة في الأول وأربعة في الوسط وثلاثة في الآخر يجوز، وهي أرفق بالشخص أحيانا، إذا صليت العشاء أحيانا وأتبعتها بأربعة بعد السنة بأربع ركعات خففت على نفسك في الثلث الأخير من الليل، جائز من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. هل تجوز رجل كان جنوبا ولم يتذكر انه جنوب قام واغتسل غسل الجمعه ولم يغتسل غسل الجنابه وصلى الجمعه تذكر هل يعيد الغسل والصلاه؟ نعم يعيد الغسل والصلاه، لان النبي قال انما الاعمال بالنيات، حكم عدم تطبيق الوصيه الواجبه اذا لم يوصي فليس هناك دليل على الوصيه الواجبه. هل التبرع بكتب العلم من الصدقات الجاريه؟ نعم. هل الأرض الزراعية وانتفاع المرتهن؟ رهن الأرض الزراعية وانتفاع المرتهن لا يجوز، لأن كل قرض جرى نفعا فوربا. حكم قطع الأرحام بسبب الأرحام، العم والخال. حكم قطع الأرحام بسبب، ينظر ما السبب، هل يستدعي أو لا يستدعي. هل لصلاة الممتحنة سورة الممتحنة اسم آخر
ما يحضرني الآن، بس أكيد بعضهم راجح اللي يحضرني الآن. أين الحديث؟ ما اسم الله العظيم؟ لم يثبت فيه حديث، والجمهور يقولون هو اسم الله الله. قلنا أن الأسماء نسبت إليه، أسماء نسبت إليه، الله الملك القدوس، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الرحمن الرحيم. فإن قيل لماذا ندعو به ولا يستجاب لنا، جوابه أنك لم تستكمل شرائط الدعاء. أما حديث اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فمعلول لا يثبت. هل يجوز أن يعق المرء دفعة واحدة جميع الأولاد بشاة أو بشاتين، الذكر شاتان والبنت شاة؟ لا بأس. نظرت نظرا من زمن بعيد وكنت ناسيه، وكان لأخت أن أحضر لها شيء، ولأن لا أعرف أين هي ولا أعرف عنها أي شيء، كفر كفارة يمين أو تصدق بالنذر. أين متى يرفع الإصبع في التشهد؟ عدة أقوال. قول الجمهور أنك ترفع عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. قد استدل بعضهم بأثر ابن عباس العام أنه كان يرفع إصبعه بصفة عامة يقول لا إله إلا الله علامة التوحيد. فمن العلماء من يقول ترفع الإصبع في التشهد عند الشهادة، وهذا رأي الأكثرين. وبعضهم يقول ترفع طول التشهد، بارك الله فيك. لا بالقرى من خوارم المروءة يختلف من بلدة إلى بلدة ومن شخص إلى شخص. يعني شيخ كبير مثلا تجاوز 60 قام يلعب كورة باصي ولا مش عارف أي كلام من هذا، فلا يليق به يكون مخلوط المروءة. لكن شاب اختلف الأمر في حالة الشاب. حديث استسقيتك فلم تسقني، هو الحديث عبدي مريضت فلم تعودني، وثابت صحيح. هل يجوز أن أبني لوالدي قبره لأن فيه حفر؟ يجوز إذا كان هناك ضرر. ما قرأت له كتبا يا أسطر. المال يحقق السعادة وجزء من السعادة، هل تتفق مع هذا القول؟ بإذن الله إلا قيدته بإذن الله جاز. تهدو تحبه عندما حسنه. حكم قراءة صلاة الصبح سرا متعمدا وأنت الإمام خالفت السنة. كانت أمي مريضة نذرت بالصيام، كانت أمي مريضة نذرت بالصيام ولم أصم، وليس لدي الآن الطاقة للصيام. نذرت بالصيام ولم تصم، وليس لدي الآن الطاقة للصيام، ماذا أفعل؟ كفيل عنها كفارة يمين. عفوا ليس كفارة يمين. كانت أمي نذرت بالصيام ولم تصم ولو لم أصم. على العموم الذي نظرا وأخفق في تحقيقه يكفر كفارة يمين. الحديث كفارة النذر كفارة يمين. إذا كان مثلا نظر أن يصوم 100 يوم وعاجز، قل أطعم مكان كل يوم مسكين كاجتهاد، قياسا على فعل أنس في رمضان لما أسن كان يفطر وأطعم مكان كل يوم مسكين. حكم قراءة القرآن بصوت عالي من المصحف في النافلة.
لا تشوش على غيرك، كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. أب كتب لابن شيئا في حياته كشق مثلا مكافأة له على مساعدتي في تزويج أخواته البنات وتعليمهن، ويعيش مع والديه ويراهم وينفق عليهم، هل هذا جائز؟ هي مسببة جائزة. حكم السكن في شقة حكم السكن في شقة مع بعض النساء لا بأس. حديث إن الله لينا من الناس وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته حسن. حكم اتخاذ الشيخ طريقة، طريقة صوفية لا يجوز طبعا. هل يجوز، هل يوجد كتيب يجمل الحديث القدسي الصحيحة؟ لنا كتاب في هذا، وأيضا بصدد تنقيحه أكثر وأكثر، لكن موجود الصحيح المسند من الأحاديث القدسية. نعم قد فاتت بعض الأحاديث، لكن إن شاء الله بصدد إرجاعها، تخليها في الكتاب. في التشهد نقول السلام على النبي أم السلام عليك أيها النبي؟ تعليم رسول الله عليه الصلاة والسلام تعليم الرسول لابن مسعود السلام عليك أيها النبي. بعد ابن مسعود كان يرى أن بعد وفاة الرسول نقول السلام على النبي، هذا رأيه، لكن الجماهير على تعليم الرسول الذي علمه لابن مسعود السلام عليك أيها النبي. وقد ذهب الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب صفة صلاة النبي إلى رأي ابن مسعود، وهو مخالف من الجماهير. رحمة الله على الشيخ الدكتور محمد بن رجب من المسؤولين عن الدعوة في الإسماعيلية، الله ينور قبره ويفسح له فيه يا رب. أخ مديون بمبالغ كبيرة ومسجون الآن، هل أنا ملزم بسداد الدين عنه شرعا؟ لست بملزم، إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل. رجل سيعمل في الكيونيت ويرى أنها حلال، ماذا تفعل زوجته؟ رجل نصاب يأكل أموال الناس بالباطل، تنصحه وتذكره؟ هل عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن؟ ليس كذلك، لأن الحديث الذي فيه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آيات إن تقرأها، هذا درجات حفظت القرآن، لكن هناك درجات للمجاهدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. تخفيف اللحة الذي ورد أن تقبض على اللحية وتأخذ ما زاد على القبضة، ما معنى حديث تالف؟ التالف الضعيف ضعفا شديدا. حرك يا عبد الرحمن. أم الله أعطت لابنها كل مالها مبلغ 100,000 جنيه مساعدة منها لكي يبني له ولأولاده منزل، علما من كل أخواته ذكور وإناث لهن منازل، حالتهم طيبة، هل هم راضون؟ إذا كانت يعني الهبة المسببة تجوز، الهبة المسببة تجوز. نعم جزاك الله خير. رجل طلق امرأته 3 مرات وكان لم يفتكر المرة الأولى، هل تحسب التطليقات 3؟ من الذي افتكر المرة الأولى؟ بين، قال أنت طالق طلقها 2 مرات متفرقتان، وفي الثالثة نسي أنه طلق مرة أولى فقال خلاص أنا سأطلق هي الثانية في تصور، لكن وجد أنها الثالثة. الطلاق واقع ولا تحل للمرأة. هل يجوز المرأة أن تغسل زوجها؟ وبالعكس نعم يجوز، لا مانع من ذلك.
قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قالت ورثاء قال بل أنا ورثاء قالت إنك تحب موتي قال ذلك ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك ودفنتك ودعوت الله لك وفي رواية لغسلتك وإن كانت مرجوحة رواية كفنتك وعائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه ما غسل النبي إلا نساؤه كذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. من قال إنهم سادة يا أحمد بن محمد؟ تقول عن الذين ينفون صفات ربك أنهم سادة، أي سادة هؤلاء؟ اتق الله في نفسك لا تضل. ونسأل الله أن يهديك إذا كنت ضالا. الحج الأول أم الزواج؟ كيف تشاء، كل الأمر في واسع. هل يجوز قول وراء كل ذكر عدد خلقك ورضا نفسك؟ لم يرد ذلك. يعني أقول لا إله إلا الله عدد خلقك، لا إله إلا الله رضا نفسي، لا إله إلا الله زينة عرشي، لا إله إلا الله مداد كلماتي، لم يرد هذا. إنما الذي ورد سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هل تأثم الزوجة إن بقيت معه؟ إن كان لها سبيل تفارقه، لأنه يعني سيكون من الحرام ومن النصب على الناس. هل أموال الفن والتمثيل يعتبر مالا حراما؟ إذا كان في فسق وفجور سيكون حراما، الله لا يحب الفساد. يروج مقطع فيديو لامرأة كسرت بعض الدمي الهندوسية في أحد المتاجر وتقول لعمل هذا بلد مسلم، لهذا جائز؟ مش هي كسرتها غيرة على دينها؟ خلاص، امرأة كسرت صنم بوذا غيرة على دينها، لكن كتقعيد نقول في النهاية أولا هي رأت منكرا وهي مأجورة على اجتهادها، إن أصابت لها أجر لها أجران، أخطأت لها أجر. لكن أيضا الموضوع ينظر إليه من عموم الجوانب، فإن الله تبارك وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فتنظر إلى المفاسد والمصالح. لكن هي إن شاء الله نسأل الله أن يكتب لها الأجر، نسأل الله أن يكتب لها الأجر، إن كانت مصيبة لها أجران، مخطئة لها أجر. لكن في العموم ينظر لمسألة المفاسد والمصالح، فإن النبي بقي زمنا طويلا والأصنام موجودة في الكعبة لم يكسرها إلا لما مكنه الله. أما بلاد المسلمين الآن عياذا بالله ماذا نقول، أمراء مستضعفون أو وليسوا بمستضعفين في كل أسكت الآن إلى أن أرتب الكلام إن شاء الله. حكم هل يجوز شراء شقة قبل أن تبنى ودفع مبنى؟ لا يجوز شراء شقق على المخططات، ذلكم الذي يفعله الناس الآن، يشترون شققا على المخططات، وهذا ليس عندي، والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك، ولا يبرمونها على أنها عقود تصنيع، لأن شخصا ما قد يقول إنها عقود تصنيع فيفتي بالجواز ولا يكتب هذا في العقد، لما يكتب بيع وشراء وهذه ليست موجودة. نعم، كلام يا عبد الرحمن باقي. نعم، حرك يا عبد الرحمن، حرك يا عبد الرحمن. خطيب يطالب خطيبته بلبس النقاب أمام أخيها من الرضاعة، وليس له سلطان عليها، الخاطب ليس له سلطان على مخطوبته، ما له أي سلطان عليها، وده أخوها من الرضاعة محرم على التأبيد. وعلى رشيد السلام عليك السلام. قل ايه؟
أتابع سؤال بس الأخ الذي أمامه معلم بقول إن ليست أخوة قوية كأخوة الأب. نعم ليست، لكنها تحريم، تحريم عن أخت من الرضاعة. أخت، هل يجوز عمل عقيقة لأولادي الثلاثة بشراء شاة لهم جميعا وهم صبيان ذكور؟ بشراء شاة ولا بقرة؟ الفرد شاتان، الغلام شاتان، البنت شاة واحدة. نعم علي. طيب ما أعرف شيئا عن هذه الدروس، الله يستر عليك. ما حكم تقسيم الباري؟ تقسيم، الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا من الذين ينفون صفات الله التي أثبتها لنفسه. كل قرض جرى نفعا ليس بحديث، فلما الاستدلال؟ اطباق العلماء عليه، تقرضني وتأخذ مني منافع مقابل قرض، فهو الربا. معنى الربا يتضمنه. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شبلي. هذا وبهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اذكروا قول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.